كابتن محمود الخطيب خد قرار اعلنوا رسميا ان انت هتدخل المدرجات، ورحت بعد كده تاني يوم بعد القرار ده وتستلم الكارنيه وتيشيرت النادي. قول لي اللي حصل. هو مش انت متفق معاها الماتشات كلها ايه؟ متفق معاها دوري اخش افكر اخش انت ما انتقبت بقى ما في انتقبت يوم الخميس الجاي من جنة يوم الخميس الجاي اخرج انتقبت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اخرج انا باذن الله. وانبسطت انت من القرار دوت؟ فرحت؟ فرحت. القرار ده النادي الاهلي وانا اما امي النادي اساسا انا ما بعرف كده احب الضحكه واحب اهضم مع اللعيبه واحب الناس واحب صح مثلا ما برضه الزمالك جمهور الزمالك يحب امح كل الناس بتحب جمهور الاهلي يحب امح صح انا انبي الاهلي كده